نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رواد الفن، فأهلا ومرحبا بكم. لقاءنا لهذا اليوم سيكون مع إنسان نذر نفسه لخدمة الفن التشكيلي على مستوى الأردن وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى عالمي، المهندس الأستاذ سامي هندية. مساء الخير سيدي. مرحبا علينا، شرفتونا. كيف أمورك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا هلا فيك أستاذ سامي. من هو سامي هندية؟ سامي هندية هو المهندس أردني من أصل فلسطيني من القدس، بعمل مع مجال عمل هندسية. من فترة قررت أنه أقتني لوحات من 20 سنة، لوحات فنية، وقمت بعدها بإقامة مجمع ثقافي فني خيري بشمل متحف تشكيلي من 5 طوابق في طابع عن الأردن وفلسطين. أستاذ أبو أحمد، معلش، قبل ما نحكي عن المتحف، بدي تحكي لي عن بدايتك أو علاقتك بالفن التشكيلي. أنت يعني منذ النشأة يعني كيف تعلقت بالفن التشكيلي؟ لا، من 20 سنة فقط، عندما قمت ببناء فيلا لي في عمان الغربية، قمت باقتناء بعض اللوحات، وصرت بعدين أقتني لوحات فنانين رواد من العراق ومن الأردن من سوريا، وقمت بزيارة متاحف عالمية ومعارض وغاليريات وفنانين العرب الموجودين بالأردن وخير. يعني كان عندك موهبة مثلا بالفن التشكيلي، أو حاولت انك ترسم مثلا، او انه لا، حبيت الفن التشكيلي وحبيت عملت دراسة عليها، وعملت ادرس ازور المتاحف والغاليريات، واقتني من الاوكشن، واقتني من الفنانين، واقتني من الغاليريات، وعملت مجموعة فنية عندي عربية متكاملة، ممكن تكون من أغنى المجموعات الفنية الشاملة عربيا. يعني هلأ في مجموعات بمصر أغنى من عندي، بس أنا عندي مصري 500 عمل، عندي عراقي، عندي أردني، فلسطيني، سوري، لبناني، كل وطن عربي. الآن بدنا تحكي لنا مهندس سامي عن فكرة هذا المتحف الرائع، كيف انطلقت هذه الفكرة، وكيف يعني ظهرت على حيز الوجود؟ يعني مثلا كيف بدأت معك الفكرة؟ الفكرة أنه اللي عندي بالبيت، أنا عملت جمعت لوحات فنية بما يزيد عن 2000 لوحة كان عندي في البيت، والبيت اكتظ باللوحات الفنية. شريت أرض هون وقررنا نعملها مقر يعني كل اللي نحط فيها المجموعة الفنية عندي، وقمنا بتأسيس المتحف والمسرح الروماني، وقمنا بعدين بعمل إضافية مثل فندق لإستضافة فنانية، مطاعم، ميني جولف، برك سباحة، ركوب خيل، يعني صار مجمع سياحي ثقافي فني موجود بمنطقة البلقاء بالأردن. طيب أنت يعني بتشجع إنه إقامة هذه مثل هذه المتاحف على مستوى الأردن، على مستوى يعني الإقليم، إنه هذه المقتنيات الجميلة اللي إحنا شايفينها، إنه بتشجع إنه يكون في يعني أكبر عدد ممكن من المتاحف لهذه الأعمال مثلاً؟ هي غناء البلد بمتاحفها. يعني لو اي واحد بيروح على فرنسا بيروح اول شيء بترب ادفايزر بتحط عليها، بتلاقي انه اهم شيء بتلاقي الاورسي، هو المتحف الفني التشكيلي. اي بتروح لندن بتلاقي التيت مودرن، هي المتاحف الفني التشكيلي هي اغنى شيء بالدوله بتكون، واغلب الناس بيجوا من الخارج السياح اول شيء بحب يروح على المتاحف الفني التشكيلي. فهي تعتبر يعني كنز ثقافي، كنز ثقافي، وزائد انه يعني ببين وجهه البلد الثقافيه. مهندس سامي، تحكي لنا عن مرافق هذا المتحف، على شو بيحتوي؟ المتحف بيشمل 5 طوابق، عندنا الطابع الأردني الفلسطيني احنا قاعدين فيه حاليا، بتعرف احنا بلدين وشعب واحد، فدمجنا الفن التشكيلي الفلسطيني، عندنا لبنان سوريا، عندنا المغرب العربي والخليج العربي، مصر، عندنا العراق، عندنا 5 طوابق، وعندنا فن عالمي، برنت عالمي، ليثوغرافي تشينج، ومكتبه وخط عربي، وعندنا مسرح روماني 9-600 شخص خارجي، ومعمول على الحداثة. جميل. فندق للاستضافة، مطاعم، ميني جولف، برك سباحة، ركوب خيل، لأنه العائلة بتيجي هون. استضافة فنانين يعني؟ نعم، للإقامة. نعم. وللرسم نعم، استضافة فنانين برسموا وبقيموا بالمنتجع، ومنها بزور المشروع، وعندنا غابة اسكندنافية جميلة وإطلالة جميلة. حلو. وزائد أنه كمان بيزور البلد وبيشوفوا أكيد بيشوفوا مرافق البلد السياحية. سيدي، تحكي لنا الآن كونك أنت يعني
مهتم ومش بس مهتم يعني خلينا نقول بشكل بسيط، لكن أنت اهتمامك الكبير هذا للفن والفنانين على مستوى محلي. الحركة التشكيلية في الأردن يعني كيف أنه نستطيع من خلال هذا المتحف تطوير أو أنه نلقي الضوء على الحركة التشكيلية في الأردن حسب يعني وفق رأيك أنت يعني؟ أو الحركة التشكيلية في الأردن حركة نشطة في أكثر من مجموعة بالبلقاء، في أستاذ كوفة عنده تسلم الرواد، في رابطة الفنانين التشكيليين، في ناحيتين الخشب بديل علا، يعني في مجموعات فنية كثيرة ونشطة. احنا بنقوم بنعمل ملتقيات، يعني على سبيل المثال عملنا فنانات معا، جمعنا 17 فنانة من الأردن وعملوا نشاط ثقافي. أجعلنا فنانين من البلقاء، أجعلنا فنانين من المدن الثقافية، عين يعني الباشا والرمثة والشؤون الجنوبية، وقمنا بعمل ثقافي معهم. وبتقتنوا أعمال؟ آه طبيعي، إحنا بنقتني من كل الفنانين الأردنيين، بنقتني من العرب ومن جميل. مهندس سامي، بتقيموا معرض شخصية لفنانين مثلاً؟ نعم نقيم معرض فنانين. هلا عندنا هون هذا الطابق، هذا عبارة عن جميع مقتنيات الفنان الراحل صالح المالحي، فنان كرس حياته كلها للقضية الفلسطينية، فكل لوحاته بتمثل معاناة الشعب الفلسطيني من صبر شتلة. حلو. عنده لوحة اسمه عرس الأرض، عنده جميل لوحات الغريب، عاش غريب ومات غريب، فهذا ببين لك انه تاثير الفن التشكيلي على 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 يعني على على القضيه الفلسطينيه. اكيد انه بيبرز المعاناه وبيبرز النضال. نعم. وبعض الامل بالتحرر. فنان عالمي من اجمل لوحات ما انتج بالفن. طبعا هاي من مقتنيات المتحف، هاي مقتنياتنا. نعم. هذا الطابق الاردني الفلسطيني، عندنا 5 طوابق بالمتحف خصصنا بالطابق الاردني الفلسطيني، فعندنا لوحات بولكر غوسيان فنان ارمني بيمثل لوحات الارض، لوحات العائله، معنا دره من اقدم فنانين بالاردن. نعم. اسماعيل شموط فنان راحل بس عنده لوحه معروفه اسمها الشمس الخضراء. انت بتقتنوا طبعا للرواد والرواد غير رواد؟ نعم. عندنا شباب. نعم. شباب فادي حدادين من الشباب الفنانين يعني المبدعين بالاردن وبالوطن العربي، وحاليا يعني خرج للعالميه. جميل. يوسف بداوي، مهند درة، محمد نصر الله من الفنانين الكبار. نعم. الاميره وجدان هاشمي عندنا لوحه لها كمان. اوكي. عندنا فخر نساء زيد. نعم. لوحات كمان. عندنا سمان منصور من اهم الفنانين التشكيليين الوطن العربي. نعم نعم. اللي عنده لوحة جمال محامل. نعم معروفة. نعم. بتاعت القدس. نعم. أنا من لوحات الجميلة له. عندنا لوحات للفنان عدنان يحيى توفى. نعم. الله يرحمه الفترة. نعم. فعندنا كل الفنانين الموجودين، منهم فنانة فاطمة المحب اللي كانت ترسم. نعم. البداوي الأردنية. نعم. نعم. ترسم البيئة والقرية. من رواد نعم، من أول أوائل الفنانين، أتوقع أنها هي من القدس أو ليلى الشوا، الحلاج، يعني فنانين كبار عندنا موجودين. وفي نهاية هذه الحلقة مهندس سامي، شو بتحب تحكي كلمة للإخوة المشاهدين؟ شكرا لزيارتكم. شفتوا اللوحات الفنية، يعني هاي زي لوحة عرس الأرض، هذا بيمثل تأثير الفن التشكيلي على وجدان الفنان. نعم. يعني هاي بتمثل النضال الفلسطيني 100 سنة، من أطفال الحجارة، من المقاومة، من الشهداء. أوكي. من الحياة مستمرة، وبتمثل بالأخير بالعرس، هو عرس الأمل إيش بالتحرير. فالتشكيل هدفه هو أنه نقوم إحنا بتوعية الشباب لأجل تحرير فلسطين. جميل إن شاء الله. وختاما نشكر المهندس رجل الأعمال
الأستاذ سامي حندية على هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة مع فنان آخر. هذه تحيات الفنان خليل الكوفحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. Thank you.